وشو في عندهم مرض وشو في عندهم هي، لثلاثين ألف عيلة بالمنطقة عرفانينهم بالتفصيل، مو يعني بس الاسم، لا لا، بكل البيانات اللي بيخطر ببالكم شو تعرفوا موجودين هدول عندنا. فمشان هيك بصفي انت عرفانة ان هون شو ممكن يشتغل المكان. بس اخر سؤال بنتهي لك دكتور هاني، بس الامر هام كتير. مستعد المانح يغامر مع قضية المخاطر اللي ممكن يعني تتعرض لها المشروع؟ يعني نفرض انه بده يفتح بسوق مناطق اخرى، تمام؟ فهذا السوق قد يهاجم، قد الى اخره، ففي له مخاطر معينه ممكن تلاقي مشروع. مستعد المانح خلينا نقول يمشي معك بهي الخطوات، ولا لا بتتوقع انه هو ما انا مستعد الا يدخل معك مشروع 100% متاكد النجاح؟ هلا لنحكي التكلفه الكبيره في هذا المشروع شو؟ الارض. لا نحن الارض موجوده اليوم، اذا وجدت مانح بفكر انه انت راح تجيب اصل هاي الارض، قصفت ما قصفت هاي من سيدنا ادم حتى قيام الساعه ستبقى الارض ارضا، ما في مجال تروح، ما بتختفي، الارض هي ارض. فالمانح اللي عنده بده شيء ثابت لفتره طويله اللي له انت ما بدي منك شيء. التكلفة الإجمالية اللي هي تبعيت الشوادر وما الشوادر هي شغلة بسيطة، أنت بتأمنيها من الأمور العادية. أنت هو أهم شيء يوقف لك الأرض. إذا أوقف الأرض انتهى الموضوع. هي التكلفة الحقيقية الكبيرة، وهي مقصوفة ما مقصوفة بعد 100 سنة هي إله، راح تضل الخير وراح تضل لهذا الأمر، وستبقى مردود للمؤسسة. قد تصبح متر الأرض هون بألف دولار في المستقبل. أنا فيعني ثروة مثل اللي أوقفوا بمكة واليوم يعني قيمتها كذا ومليار. هن سيدتين يعني في اسمهم وقف كانوا جايات من الهند، اعتمروا حجوا طالعين، قالوا لهم في ناس ما بتلاقي مكان تبات، فأجوا اشتروا بقايا فلوس معهم، اشتروا بيت جنب الحرم وأوقفوا. اليوم قيمة هذا مليار ومئتين مليون، هذا البيت اللي أوقفوه، هذا الوقف الكبير نسيت اسم الهي، بس أنا أحد مدير أوقاف مكة هاي. فأحيانا هاي الأمور تجد لها مانح، تقولي له هذا استقرار ما أنه شيء مشروع يعني رح يمشي هيك أو أنه بيتلف. طبعا الله يعطيك العافية. أنا رح عندك إضافة ولا سؤال ولا إضافة؟ لا تعليق. شكرا لك. بس معلش اشكر بس المهندس خالد الاستاذه ايمان. انا عم جنبك عشان لا تعليقكم سؤال عشان بعدكم بعدين. ملخص طبعا انا مش محتاج لمانع. طبعا في الحته دي يعني زي ما تقولي واضح الرؤيه، مش محتاج لمانع، ولان انا عندي عماله وعندي قدره، بس ما عنديش قدره ماديه. يعني انا كامراه او كشاب عندي القدره الذهنيه والقدره البدنيه وعندي الوقت اللي فاضي وعندي منطقه انا فيها، فانا مش محتاج لمانح اجنبي يجي لي يقول لي 10. يعني المشروع بتاع اللي انت عملته الرقم ده، انت عملته ب 2 دولار للدمبر، في مؤسسه ثانيه بتعمله مش عارف بمئات الالاف، فانا مش محتاج الفلوس دي. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا عندي مكان هحط فيه الـ 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 القدره اللي كام يا ستي 200 في 7 1400 فرصه لعرض منتجاتك في الاسبوع. يعني كل يوم عندنا 200 قطعه في 7 ايام في الاسبوع، يبقى 1400 فرصه ليك انك تخرجي، ولان انا اخرج واعيش حياه كريمه وابتدي ان انا انتج شيء في البيت. فأنا بوفر مشروع لحفظ الكرامة. هنتعثر في الأول، لكن ما هوش، لذلك احنا قلنا ايه؟ ما نشتريش أراضي، الأراضي مكلفة، نأجر أراضي. وفي ناس مزارعين مش عارفين يعملوا في الأرض بتاعتهم وعايزين يأجروها. فأنا برضك بدور شريحة تانية من أصحاب رؤوس الأموال المجتمعية داخل الوطن في المنطقة دي كلها، إنه بيطلع لهم ربح لما كانش عنده عمالة تزرعوا الأرض بتاعته. فبالتالي انا مش محتاج ابدا، بل بالعكس ان المانح ده هيجي يسعى ورايا عشان يلاقي مشروعي بعد 6 أشهر بقى ناجح. هتكلم عن قصة نجاح 42,000 فرصة عرض لمنتجاتك في السنة. انا ما بنهزرش، نهزر ليه؟
يا ما احنا ضربنا على كذا وعلى كذا وعلى كذا وتعلمنا وفشلنا وبعدين نجحنا. دلوقتي احنا بنحط فكر جديد، اللي عايز يمشي فيه اهلا وسهلا، مش عارف شيء فيه، الدنيا واسعه، الدنيا واسعه اللي عندنا. ده نمره واحد. نمره اتنين، الجمال في الموضوعين دول بتاع المزارع وبتاع المدرسه الرقميه التكنولوجيا شويه هي والتعليم البعدي، لكن المزرعه والسوق من الارض، بذره وانت بتزرعها، بذره واحنا بنزرعها ولابد تنجح، والبذره اللي ما وراهاش فلاح عمرها ما هتنجح وتحول لشجره او تحول بعض الشجره الى كذا الى كذا الى كذا الى كذا. فبينفذ ببساطه المشروع ابو 2 دولار بتاعك عند زنون، المشروع ده ابو 2 دولار على الدنبر، ب 10000 دولار ل 200 اسره. عايز اكتر من كده ايه؟ احنا وليه احنا نعتمد على مانح يجي يقول لك كذا وكذا وكذا وحط شروطه؟ يجي المانح وانا عندي منتج ابيعه زي ما انا عايز. يعني عادل امام يبيع الفنكوش، فاكر الفنكوش؟ ويقول له هو الفنكوش، يقول له اعمل اي حاجه بس سميها فنكوش. ولو انت مبدع، انت بتبيع شيء مش موجود لشعب غبي. انت بتضحك، دي حقيقه الى الان بيتعمل. انا مش عارف اطلع منتج، مش عارف اطلع منتج. انا هطلع منتج من كل بيت، من كل بيت هطلع منتج. ده لا، ومش منتج واحد، من كل بيت، من كل بيت هطلع 4 أو 5 منتجات. شكرا. تعالي بقى انت يا جمانة. شكرا يا استاذ خالد، لان انت دلوقتي بتمد عمري كمان 50 سنة. ها، تؤمن بنفس الافكار؟ لا، انا اللي بؤمن بافكاره. يلا عشان بقى رجل الفكر ال ال دكتور عبد الرحمن، ما هي هلا ايضا دكتور عبد الرحمن معك مره اخرى، حتمتعنا ايضا في القروض.